الاتحاد 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 الافريقي. كابتن شطه ازي حضرتك؟ معلش بيكلموني فكذا حد. كابتن شطه كابتن الله يخليك، ازاي حضرتك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله طالع من الاستاد طبعا والدنيا زحمه وكده، عشان كده طلبتني اجل لي الحديث شويه. بس لا ربنا يعينك كده اكلمك. ربنا يعينك. انت تروح الماتش، مين اللي يروح؟ احنا مبروك يا كابتن. بس بتكلمونا والماتش شغال والماتش مش شغال، وبعدين نطلع من الماتش تعبانين، وبعدين برضه بنعمل مداخلاتنا الحمد لله، لانه قناه الاهلي دي قناتنا، انت عارف الواحد ما يقدرش يتاخر. طبعا يا كابتن. كابتن شطه، انا عايز اسال حضرتك سؤال في اختيارات الفنيه، هل هناك اسس بيتم الاختيار عليها، ولا حضرتك سايب الموضوع لكل واحد واختياره في رجل المباراه يعني؟ لا ده انت عارف الكراتيريا دي حطيناها يمكن من حوالي 15 سنه. ايوه. معايير معموله من 12 13 بند كده. يعني فيها بنود، انا مش عايز اقول البنود كلها، لانه اللعيب الكويس ده في الملعب تقدر تحط له اكثر من معيار معين، هيكون مثلا مؤثر، تالنتد، سكورر، دريبلر، حاجات كل الحاجات دي بتبقى في السكيل بتاعت البلاير. وبعد كده في حاجات الديسيبلينري، حاجات مثلا هل هو بيتلقى انذارات، هل هو بيلعب بخشونه، بعد كده الفير بلاي، يعني كل حاجات كتير قوي محطوطه، يجي 11 12 معيار محطوطين، وبعدين تبقى مؤثر في الفريق، كسبت فريقك، حاجات كتير قوي موجوده، واحنا اعلناها وحطيناها في الويب سايت بتاع الكاف، وممكن نبعتها للقناه بالعربي كده عشان تعلنوها وتقولوها ان شاء الله يا استاذ. طيب كابتن شطه، النهارده مثلا كانت معظم الناس شايفه ان محمد الشناوي، انا بس مش عايز اتكلم على الشناوي تحديدا عشان ما يبقاش اهلي وزمالك والكلام اللي حضرتك عارفه ده، ولكن الكل اختار او معظم الناس اللي احنا شفناهم اختاروا مثلا محمد الشناوي كافضل حارس او افضل لاعب في هذه المباراه. اللجنه الفنيه اختارت احمد المحمدي مثلا. ايوه. ممكن تقول لنا الاختيار هنا الشناوي لحد اخر 5 دقائق كان محطوط افضل لاعب لغايه اخر 5 دقائق الكره الاخيره دي، وقع وما فيش حد لمسه، وبعدين عدت منه بشكل يعني ورى انه في خطا جسيم منه كان ممكن تيجي جول، وبعدين وقع على الارض نام. ايه اللي نايمه؟ الناس بيسالوا، كل الناس الفنيين بيسالوا، وراح بعد كده قايم زي الجن وراح جاب الكوره. طيب وقعت ليه يعني؟ الحاجات اللي فيها فير بلاي دي يا استاذ مهمه. ايوه، ما هو ده مهم يا كابتن، احنا جايبين حضرتك عشان نوضح المواضيع دي. فير بلاي مهمه جدا. نعم. محمد اخر 5 خرج يعني ما احترمش شديد ليك. انا عندنا رقم 22 في اوغندا، هايل. هايل طبعا، مظبوط، هايل جدا، من افضل اللاعبين، وده لسه كابتن حشيش كان بيقول عليه فعلا. فريقه خسرت يعني، انا حتى اتناقشت مع المجموعه 4-5 معانا يعني بنتكلم، والله يعني انا عايز اديه، بس انا لازم ادي لعيب يكون اسهل فرقته، جاب له جول، عمل له حاجه يعني قادر اميزه عن الثاني، لكن ده اقدر اقول عليه سكيلفول، لعيب مهاري، لعيب كذا، لكن ما عملش فرقته حاجه، خلاها مثلا جاب لها جول، خلاها اداها ادفانتج على مصر. اوغندا بتلعب كويس، لكن تاثيره ما عملليش نتيجه بوزيتيف. يعني المكسب بيفرق يعني. يعني المكسب بيفرق طبعا. المكسب يبقى بوزيتيف يعني. وسيعمل عمل كام اكشن وكام، لكن في الاخر واحد كسبك وجاب لك جول وشاط كوره وكان متابع من الخلف محمدي وجاي متابع هجمه، يعني هجمه فيها تكتيك وفيها لعب وكروسز من ايمن اشرف. طيب يا كابتن شطه معلش، لا بتخلي الواحد برضه ايه يفكر في اللعيب. طيب ممكن تخليني، ليه واقع على محمد الشناوي؟ ليه واقع على الارض من غير سبب؟ والكره عدت منك يا محمد، ما خلاص روح خد كورتك. وكانت العمليه الفير بلاي مهم جدا، وبعدين وقع كم مره في الملعب؟ 4 مرات. ايوه، كل مره بيقوم من غير اصابه. نعم، مش حاجه ولا طيب وتلاقيه وقف. بس هو شال كام جون يا كابتن؟ يعني هو شال كام جون كانوا ممكن يغيروا نتيجه المباراه؟ شال كام جول بس يكمل لي اللعبه بتاعته، عشان يخليني انا كراجل، انا بقول لك احسن واحد في الملعب هو، لكن ناحيه الفير بلاي ما كانش. دي حته مهمه، الكره اللي برضه اللي انقذها وكانت خطيره جدا، راح وقعت والشبكه قعد شويه، وبعدين قام زي ما هو مفيش حاجه وشاط الكوره. الحاجات دي عايزين نفهمها كفنيين، بنعتبر ده فير بلاي، بنعتبر ده يعني في الكاركتر بتاع اللعيب، الكاركتر بتاع اللعيب نفسه. هو كان افضل واحد في الملعب النهارده، كان المفروض ياخد فير بلاي لو اللعبه الاخيره دي خطا جسيم منه، فاكرها يا اسلام؟ الكره اللي طلع بايده عشان يعملها وعدت بالعرض، دي كان ممكن تبقى جول اللي فجأة. ما هي حتى لو جول هتبقى 2-1 يا كابتن، لكن هو قبلها في اول 10 دقائق اول ربع ساعه، انا كان نفسي يبقى يعني، انا بصراحه كان نفسي يبقى اي حد من الشناوي علشان نتكلم عليه. ايوه صحيح، فاهم. ده بيعتبر خطا جسيم من حارس مرمى، انه كره زي دي واحد عايزين نختار افضل لعيب تعدي منه كده. انا بقول انه كنا مرشحين نمره 3 او اول واحد 22 نمرة 3 نمرة، بعدين الاخ اسمه ايه ده بتاع 22، وبعدين نمرة 3،
فاتفقت انا قلت لهم والله خلاص بقى انتوا خدوا القرار. وانا شايف انه حقيقه الفير بلاي ده مهم جدا في اللعيب، لازم يكون عنده برضه يطمن فرقته ويقوم على طول ويقف على رجليه. بس انه يكرر اكتر من مره مش هنا بس، الماتش اللي فات برضه حصلت منه الحقيقه الحاجات دي. أيوة انا عايز اعرف ايه مشكلته، هل هو مصاب بياخد راحه عشان الاصابه ترجع تاني ولا بيحصل ايه؟ عايزين نفهم القصه دي يا اسلام، مهمه جدا. أيوة. طبعا ما خلاص كده الناس هتبتدي تفهم يا كابتن شطه بعد المكالمه بتاعت حضرتك دي، ان الفير بلاي عامل مؤثر وبشكل كبير جدا في اختيار افضل لاعب في المباراه. انت اللي عارف اللي بياخد اللي بيطرد هو احسن لعيب زي دان في كاس العالم لما اتطرد ودوه احسن لعيب، عملت تراو كبيره جدا ازاي دي لعيب مطرود احسن لعيب في الفير بلاي نتدخل. فاكر كاس العالم 2006 تقريبا زيدان لما ضرب حد بروسيه كده زيدان زيدان في كاس العالم 98 محمدي خد انذار يا كابتن 98 فرنسا صح 98 ادوه افضل لعيب قبل النهائي بخمس دقائق وجه طرد كارت احمر. طب ما المحمدي خد انذار يا كابتن. لا انا بقول لك يلو كارد كارت احمر لازم كارت احمر يعني لا لانه اليلو كارد ده ممكن تاخده. هو شايف مين على لا اصل انا مش عايز اخدها للناحيه دي ليه بقى؟ لانه عشان ما يتقالش ان ايه يعني محمدي اصل في الاخر هم اولاد بلدنا واحنا مش عايزين حاجه. لو كنت عايز يعني انا اهلاوي كنت ادي محمد الشناوي، بس انا عايز محمد الشناوي برضه ايه الاخطاء الساذجه. كويس جدا يا كابتن حضرتك بتقول الكلام ده يعني ده كويس. هو بيقول ان هو شايف ان محمد الشناوي افضل لاعب ولكن من ناحيه الفير بلاي كان يستحق ان هو يعمل اكتر من كده. احنا بس بنوضح للجماهير عشان ناس كتيره جدا بتسال كابتن شطه. انا بقول لك انا عارف كويس قوي ان انا لو كنت قدام محمد الشناوي ما كانش حد هيقول بغم ولا حد هيقول لك شطه. لا لانه يستحق الافضل يعني او لانه كان الافضل من الناحيه الفنيه بناء على الاختيارات، ولكن ناحيه الفير بلاي هي اللي فيها كلام شويه. أيوة من وجهه نظري عايز لعيب يكون دايما يكون طيب. اقول لك حاجه، بيضيع وقت مثلا، لو بيضيع وقت برضه اللعيب اللي بيضيع وقت ده برضه لازم انا فنيا لما اجي اقيم افضل لاعب لازم يكون اللعيب ما يضيعش وقت. هل ده طبيعي وقت انت كسبان اثنين وباقي بتاع دقيقتين ثلاثه تقريبا دي في اي تايم كان في الوقت الضايع فهل ده هل بيضيع وقت مثلا اللعيب اللي بيضيع وقت برضه ولا مين معاك في الاستوديو؟ معلش انا كابتن شريف عبد المنعم بيسلم عليك. كابتن محمد حشيش وكابتن اسامه حسني انك انت لعيب قديم فيا ريت بس نعرف هل الاصابات اللي عنده دي بتخليه هو اللي يقعد الفتره دي عشان تريكفر منها او تستشفى منها، ولا بتبقى حاجه عنده بقت عاده انه لما يعني ينقص هدف يروح قاعد على الارض؟ ثلاث لا هي الكره الاولى كان مسجل اربع حالات باهر الكره اللي دخل فيها بالدقايق بتاعتها لا هي بس الكره الاولى يا كابتن شطه الكره الاولى خالص لو حضرتك تفتكرها كان تدخل مع باهر، حتى احنا قلنا ساعتها ممكن الشناوي يطلع يعني احنا خوفنا وقلنا الشناوي ممكن يطلع يعني قد تكون الكره الاخيره مش واضحه مش باين ان حد لمس محمد الشناوي فيها بصراحه اخر كره اللي هي حضرتك بتتكلم عنها. والله اخر كره دي اللي خلتنا نرجع للعيبه الثانيه عشان بالسرعه. طيب خلاص كده وصلت يا كابتن شطه. سؤالي بقى لحضرتك كابتن من الناحيه الفنيه، من وجهه نظرك بعد انتهاء او يعني الجوله الاولى والثانيه بالكامل واولى المباريات في الجوله الثالثه، شايف ان في حاجه جديده حصلت في البطوله الافريقيه السنه دي من الناحيه الفنيه؟ لسه ما فيش حاجه بانت بنسميها عندنا حاجه بنسميها ترند. ترند دي الحاجات اللي بتظهر في كره القدم تقدر تخليها تبقى حاجه معينه ظهرت في من خلال التدريبات من خلال الخطط توريها تقول والله في حاجه حصلت دلوقتي عندنا كذا، لكن كل الحاجات الحقيقه اللي موجوده في البطوله عاديه ما فيهاش حاجه استثنائيه غير انه الضربات الثابته اصبحت هي تقريبا يعني والله يا كابتن خدتها من على لساني. انا كنت هقول لك الضربات الثابته مش عامله ترند في اي حاجه. لا انا بقول لك دلوقتي بس ما زالت طول عمرها ترند. هي ما زالت طول عمرها الضربات الثابته دي يعني من الكره الثابته عموما الاستيشنري كيكس كلها والفاولز والكورنر كيك والحاجات دي كلها مهمه جدا، بس دي بقول لك دي الحاله الوحيده اللي ممكن نتكلم عنها دلوقتي انها ما زالت هي العامل الكبير قوي واللي موجود قوي المؤثر قوي واللي بيشكل يعني تفوق فرقه على فرقه. محمد صلاح اسمع متخصص وفي برضه ضربه جزاء قصدي في فاول ثاني كان برضه في فري كيك كان حطها برضه محمد في الكونغو ماتش الكونغو وبعدين خبطت في تقريبا في اللعيب ودخلت الجول بتاع تونس برضه. لو لاحظت انه احنا برضه عندنا في الاحصاءات كم ضربه ثابته فري كيك كم ضربه ثابته ان دايركت وكم دايركت والحاجات دي كلها في الاحصاءات بتبقى موجوده عشان نخلي بعد كده ايه الحاجات اللي يركز عليها المدربين من خلال البطولات دي تفيد المدرب في تدريب الفرقه واللاعبين وكده. دي حاجات كلها كلامك مظبوط انها بتخلي الترندز دي مهمه جدا ان احنا يعني الكاونتر اتاك مثلا الكاونتر اتاك
في كاونتر اتاكس بتبقى 100% جول، وفي كاونتر اتاك تلاقيها بتبقى سلو في الاخر وعارف ايه تضيع نتيجه مثلا مهاره معينه كروس معينه حاجه كده. دي برضو مهمه جدا برضو بنركز عليها يعني. الحقيقه الحاجات دي كلها مهمه جدا في البطولات الكبيره اللي زي دي، بتقدر تخليك تدي المدربين بعد كده في التكنيكال ريبورت اللي بتعمل من خلال الاتحاد الافريقي نعم، انه الناس تركز على الحاجات دي في التدريبات، لانها كره القدم اصبحت كره جماعيه فيها مهارات فرديه فيها تفوقات خاصه، لكن في حاجات معينه في اللعب اصبحت مؤثره جدا في الخطط، ممكن تخليه يعني تتفوق على فرقه تانية بها من خلال خطه معينه، تنفيذ لعيبه معينه، الحاجات دي. كابتن شطه، من الناحيه الفنيه برضو، حضرتك لو هتدي البطوله بالكامل دلوقتي، لا طبعا التنظيم والكلام ده ملناش علاقه بيه، لكن انا بكلم حضرتك عن الناحيه الفنيه، اكيد اتفرجت على معظم المباريات، تدي البطوله كم من 10 يا كابتن من الناحيه الفنيه؟ هم حوالي 5 مباريات بس اللي كانوا كويسين الحقيقه، يعني لو حسبتها 5 مباريات من حوالي، انت عارف عندنا 32 مباراه، نعم، 5 مباريات مثلا نقول دلوقتي من 26 مثلا تقريبا او 23 بس تقريبا، يعني 20% تقريبا 5 على، فالبطوله يعني حتى هذه اللحظه يعني لم ترتقي الى مستوى بطولات افريقيا السابقه، لكن دائما من الناحيه الفنيه من الناحيه الفنيه طبعا، نعم، لان انت عارف ال 24 فريق دول برضو اضافوا لك مباريات فيها كواليفيكيشن، بحيث انك انت تبدا من 16. دائما بطولات افريقيا طبعا من 16 فريق بتبقى المباريات عددها قليل، كان 32 دلوقتي هي المباريات 52، فلازم تقيم البطوله كلها من خلال 52 مباراه، لكن حتى هذه اللحظه تقريبا 26 او 27 مباراه تقريبا 26 تقريبا مش كده؟ 1 2 3 تقريبا، نعم. طيب كابتن حشيش، انا بقول انه البطوله بدات تزيد شويه، بدليل انه النهارده شفنا مدغشقر. لسه كنت هسال حضرتك المفاجاه البطوله الكونجو. اعتقد مدغشقر وشفنا الكونغو والكونغو. طيب كابتن حشيش، عايز اسال حضرتك سؤال. يا كابتن شطه. كابتن حشيش ازيك؟ الله، ازيك انت كابتن شطه؟ كنت عايز اسال حضرتك سؤال، اسس اختيار التوالد، لو في توالد في المجاميع دي قصه كبيره قوي. لا يعني النقاط زي بعضها، بعد كده الاهداف ولا ايه؟ بص يا حشيش، دي انا لو وريتك الريجوليشن اللي فيها يعني قد كده، عايزه مني ان افتح الكتيب. ايوه لا صح، عندك حق، هي كبيره قوي يعني، مفيش حاجه ثابته يعني. لا هي ثابته، لا لا في حاجه اسمها جول بوينتس، الحاجه النقاط، وبعد كده خش على حاجه اسمها الجول ديفرنس اللي هي فرق الاهداف، وبعد كده خش في المواجهات المباشره، بعد كده هتخش في المور جول سكور، مين احرز اهداف اكتر، بعد كده مين دخلت فيها اهداف، يعني هي ليها بالظبط، ليها ريجوليشن كده. هنقولها، ابعتها لل يا ريت يا كابتن، خليهم يتواصلوا مع حضرتك دلوقتي، تبعتها لهم هي عندنا بس برضه ابعتها لنا برضه، خليها ابعتها لكم. انا بشكر حضرتك. اتفضل يا كابتن، اتفضل. لا اتفضل. فبقول يعني انا النهارده كنت بعرف فيها لناس معينين صحفيين كانوا بيسالوني، عايزين يعرفوا برضو ايه يعني افضل ثلاث توالد، ما اعرفش ثالث كذا ثالث كذا ثالث كذا، هي اساس اخترت التوالد ديت. فطبعا الحقيقه كل الحاجات دي موجوده في الريجوليشن، كلها موجوده ان ادفانس، عشان دي اول مره تتلاقي ب 24 بالظبط، سهل جدا، اول وثاني مع اول وثاني وتخلص. صح. هي دلوقتي افضل توالد بقى بتتحط ازاي وتعمل لها قصه طويله جدا، اربع توالد. ليه مثلا مجموعه اي من مجموعه دي من مجموعه سي ليه كذا، يعني ليها كلها حقيقه مكتوبه بشكل مستفيض يعني، وكل واحد ممكن يطلع عليها. تساله ليه مصري؟ انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن عبد المنعم شطه، رئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد الافريقي، رئيس اللجنه الفنيه لاختيار الافضل في بطوله كاس الامم الافريقيه، شكرا جزيلا.